جتني بنت. انا تعبانه وانا امك رجوني ما اقدر اشيل. ولا كلمة. ايش فيك يا بنت انت علي من امس وانت كذا؟ انا تعبانه رجولي. من امس تستحي. رجولك رجولك رجولك. يلا امشي. رجولي امشي. فشلتيني فشلتيني. ما اقدر اقوم. امشي خلاص ابغى اخليك. تعالي يا بنتي تعالي انا ما اقدر امشي. انا جابي فيك انت عدي خلاص انا مليت منك واللي ام جديده بعد. انا امك ما راح تلقين ام ثانيه. يلا بس لا تكثري كلام. تركتني بنت. يا ولد الحرب هذا شوية تبكي. والله ما ادري وش فيها. خلينا نروح نساعدها. خلينا نساعدها. السلام عليكم. انا طحت ما اقدر امشي ما اقدر امشي على رجولي. بنتي تركتني واعي. بنتك تركتك وين بنتك؟ هذه اسمعي ما دعمت. جيب 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 عربيه. جيب شيء شيلها. جيب عربيه. طيب طيب معليش معليش يا اخي. خلاص احنا نساعدك ان شاء الله. قومي 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 قومي. ما اقدر اقوم. انا ما اقدر امشي ما اقدر امشي. يلا قومي قومي الحين عماد جيب العربيه. ما اقدر امشي ما اقدر. يلا يلا جيت جيت جيت. يلا يلا خلاص الحين انا وش نلقى بنتي؟ ما عليك يا عم بندور واذا لقيناها. ماما ماما انا اسفه. هذه بنتك؟ هذه بنتي. هذه بنتك ولا لا؟ اسفه. وش فيك وش فيك؟ انا اسفه انا اسفه. انت تركتيني ورحتي كيف تقول اسفه؟ انا اسفه. شكلها تدور ناس عشان تساعدك يا شكلها شكلها كانت تدور ناس عشان يساعدوك. انا اسفه. تكفين سامحيني اخر مره. خلاص خلاص يا بنتي بسامحك انا بسامحك بسامحك. خلاص خلاص يا عماد الله يعطيك العافيه. عماد دائما حساس. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. ابى اخذ امي واروح. شكرا على العربيه. عفوا عفوا. قولون يا قطط قولون يا قطط. ما شاء الله عليك ليلى تراك شغلتينا. روحي العبي بالحوش. لا لا ما ابغى العب. ليلى ليلى تعالي نلعب في الكور. عماد انت ايش وضعك؟ تلعب في الصاله بالبيت لو تكسر شيء؟ يا اخوي خليني العب استانس بس اسكت. يلا ليلى يلا. عماد مسوي لك شيء؟ واو ايش هالحركه البطله؟ هذا صح هذا صار بتسوي كذا. اها من يوم انت تخدعيني كل ما تشوف الحركه ذي قويه. لو جين وش فيها تبكي؟ لا تبكين يا جيجي تعالي نلعب في الحوش. يا ليلى الحوش برد وهواء. كيف؟ بس انتبهي اللوجين يا ليلى لا تروحين عنها. يلا يلا طيب طيب انتبه لها. طيب انا بروح معكم. يلا يلا شيلها شيلها يا عماد. شيل شيل بالحوش. اوه والله يا اخو برد بس الجو والله حلو. والله وناسه يا عماد لازم هذه الطلعه كشته. كشته وين؟ يبيلها كوره. والله يبيلها كوره. والله 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 كوره بس. والله الجو بارد وهذول طنعين الله يهديهم. انا مليت يا ليلى وبدخل داخل بس انتبهي اللوجين. طيب حتى انا مليت. وش طيب لو جينا لحالها؟ خذها خذها. الحمد لله يا ليلى. والله تعبنا مرة لعبنا لين فهمنا. ما شاء الله خلص. وين لو جاي؟ خلنا ناخذ الحوش تبع. وش اللي تبع؟ لا مريضة انت خلي لو جاي نفتك الصورة. يا رجال شوف 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 ما هي موجودة ما هي لا يكون الباب مفتوح. امشي 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 يا ولد تبنى راجع بمشكلة. يا ولد وخر بس يا اخوي بجلس. يا ولد تعبت خلنا ندور له جين. يا ولد حقيقة ولا مع القطاوة انت تسخن. ليش خليها انت؟ قطاوة مع السكوتش العب. شوف هذه ما نسمع صوت في الحوش. انت صادق يا عماد مخليها الحالة. نلقاها نلقاها. وش فيك؟ ترى تونا راجعين من الحوش وتعبانين. خلنا لا ناخذ غفوة. عماد انت وليلى روح دور اختك. يلا طيب. رح طيب. لا قوة الا بالله. الحين الله يستر الباب مفتوح لا يكون طالعة. تيجي وين راحت ليلى؟ شكلها هذه مفتوح باب الشارع. خلنا نلحق عليها. جاي جاي تعال
تعال اسكي اسكيها. قايل لك ريلة خذ اختك يا اختي خذيها. انت تعال تعال مشينا مشينا. وش ذا المكان غريب؟ الناس هنا يبنون لو صار لها شيء ولا اجت امطار. مشينا مشينا ولا جاء شيء ولا ايوه الصندوق الجميل. مات هذا وشو؟ ما هو بشغلك يا اختي. وشو اللي فيه عادي تعطيني حبه واحده الله يخليك بليز اعطيك طرطعان. لا لا هذا صندوق الذهبي هذا الكنز. هذا وش كنز عادي تكفى. قلت لك لا يعني لا يا بنت. تكفى يعني اقراضك بطل. بخري بس لي اثنين وتجي واحد. ليه تبي تاكلهم كلهم؟ لا ما راح اعطيك ولا قطعه. طب شوف جيلي تبي تاخذ الصندوق. اي عادي خلها تاخذ اللي تبي. وانا ليش؟ انت عشانك دايم تزعجيني. وش مكتوب عليه من برا؟ مكتوب ذكرى التأسيس يعني يوم التأسيس. طيب خلينا نحتفل بيوم التأسيس وتعطيني. لا يا بنت الحلال هذا الصندوق الذهبي يعني هذا اغراضي. طيب لو جاي عطيت بيه. لا لا جيبي. هذا اوف ليه ياخذ اغراضي كلها؟ انا ليه اعطيتها عماد اغراضي هذه؟ هذه مي اغراضك هذه اغراضي انا. يقدرون بشكلي بس. انا بروح شوي وارجع انتبهي جيجي لا تاخذ اغراضي وانت بالذات لا تاخذيها. الحين باخذ الابي الحين انا اليوم انا الحين شريكة عماد. يا سلام اللي فتحت فيها باخذ هذول كلها الجيجيواتهم واخليه واخلي الكيس فاضي. جيجي لا تقولي لأحد. هي أنا ما أخذ الصندوق كله خليني أروح أخذه كله. يا ساتر أغراضي وين؟ أكيد ليلى راس البلا ليلى. ها بعد مين موجودة هنا؟ ليلى هنا باكل وأخذ على راحتي بدون أحد يزعجني. هذا إيش حاط في التوزيعات؟ شوف ايه اصل الشوكلت بعد شيء انا البخيل عماد. يلا بفتح لك بس ما تاكلينهم هذول توزيعاتي انا مخليتهم لين يجي العيد. اكيد انهم الحوش. ما شاء الله عليك ما اخذت وزعاتي. ها جيب اغراض جيبيها خلينا هذول اغراضي. اقول جيبيها بس جيبيها اغراضك ولا مين اغراضك. يا خساره ما اكلت الا شوي. اقول جيب الشناط بس جيبيها مخي. تعال مخي تعال عملنا مسافر حنا عملنا. وين نسافر يا بنت الحلال؟ يا الله خلصت الاختبارات انا على طول. وين نسافر؟ خلي بعد سنة سنتين نسافر. لا وش سنة سنتين ويباد يدرخ امش. وين نسافر يلا واحد. اعطينا مدينة. المدينة مدينة هي إيه؟ حلوة بس انها مو الحين. مكة فيها مكة الحرم. يلا مشينا بس مو الحين يا ليلى. الا الحين انا حجزت الجوازات. شلون جوازات؟ قصدي حجزت فندق. خلاص يا ليلى اسمع بعدين نروح نصلي في الحرم ونستانس نروح ناكل بنروح البحر بعد. المدينة فيها بحر؟ المدينة ما فيها شيء. المدينة بس فيها مكة البحر تلقى بمالديف. مشينا يا عماد الفندق باقي له يوم وياخذون الناس. يلا مشينا. اول شيء الكعبة في مكة وثاني شيء هذا في مكان اسمه ينبع فيها البحر في سمك في كل شيء. بس لا تستعجلين لا تستعجلين يا بنت. طيب متى نروح؟ إذا صرت عاقلة بنروح. طيب أوريك شيء. وش؟ الشرط. إي وش الشرط؟ أنا إيه؟ حجزت فندق وقال ما جيتوا بدري راح ياخذونا ناس ثاني. عاد خليه ياخذونا. ياخذونا وأنا دافعة فلوس 100 ريال 100 بفلوسي. أهم شيء تكونين عاقلة في الطريق. إي طيب أنا صرت عاقلة. يعني مشينا نجهز أغراضي مشينا. أنا مجهز أغراضي ومجهز أغراضي. أقول أمشي بس. هذا لازم أسوي فيها مقلب عشان تفهم. أنا يلا جهزنا الشنط.
بس وين مراد؟ انا عبي عليكم اخيرا جيت. هذه وين تبغى تروح؟ تسافر تسافر المدينه عشان البحر اللي هناك. نزلي نزلي الشنطه نزلي نزلي نزلي. اجلس هناك يا عباد هذا فيه هذا على المسال. يا علي الليله تبي تسافر المدينه عشان البحر اللي هناك. ما شاء الله عليك تروحين. ايه عشان مكه والحرم واشوف الدنيا كلها. طيب بتروحون بدوني؟ ليه ما اخذتوني معكم؟ ايه نبي ناخذك نبي ناخذك. ايه طيب طيب انا بروح لغرفتي. هذا مين راح لغرفته؟ ما راح يروح معنا. نسحب نسحب عليه. يلا يلا مشينا مشينا. تبين اقول لك يا ليلى ترى هذا مقلب. انت الحين حمستني. يلا مشينا اقول. بعدين منين لك فلوس تحجزين سفره وخرايطي؟ يا ليلى ترى كله مقلب. بعدين ترى امس خلصت الاختبارات. خليه بعد يومين ثلاث ايام بالكافي. لا يا عماد انت مقلبها. اي يعني مشينا مشينا اعفو مشينا اقول جيب الشناط بس جيبين وخري وخري تعال. خلاص يا ليلى لا تتهاوشون بنسافر ان شاء الله بكره ولا بعد بكره. اكيد علي ولا اضربكم في السر. ان شاء الله ان شاء الله. لا ان شاء الله نسافر يا ليلى. والله انا اخوك ما سويتك شيء تكفل. لا 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 ليلى. وين وديك الحين؟ خلاص الدين الدين صار يا بنت الدين بسرعة يا ليلى والله اني تعبان. انت مو تعبان انت كسلان مرة. لا تضربين يا بنت انت شبيك علي. انا اسوي لك مساج ما اضربك اوكي. ها هذا هو المساج. يا بنت انا تعبان تعبان. وش فيك يا ليلى على اخوك حرام هذا ما يمشي. هذا شغلنا معاك. هذا شغلنا. انزل انزل انزل. طيب طيب انزل. هذا شغلني ما ادري كم يزلف عنا. خليني اجلس على عربيته. لا تجلسين عليها يا بنت انا تعبان تعبان. والله وش ابي فيها كسلان ابي العربيه. اوه رجلي يمه. ليش تضربين اخوك يا ليلى كذا غلط؟ اوه ازعجني ازعجني يمه يمه. لا تضربين لا تضربين. المفروض تمشين اخوك ما تضربينه يا ليلى كذا خطا. صح يلا يلا. وين تبي تمشيني يا يمه؟ مشي يا اخوك بالحوش يا شاطره كذا خطا. يلا يلا مشي بالحوش. يلا اركب العربيه مو فاضيه سلك انا. شيليني طيب ساعدي ساعديني. يلا يلا ساعدي اخوك شيلي. طيب انا اكره الكسلاني. لا يا يا انا ما الكسلان. وديه الحوش وانتبهي له انتبهي له. طيب طيب الله يهديهم الله يهديهم دائما يتهاوشون. يا حول انت ليه تشغلني انت مره؟ لازم اوديك مكان خطا. بس لفي دورتين او ثلاث دورات ورجعني للبيت. اص ولا كلمه لا اجلدك بالسلك. وبعدين وين اخوك؟ نتمشى انا وياك ونستاهل. وشوف بكره راح اروح الكوفي بدوني انت. خذيني طيب بستانس معك. انت حسن لك روح الحديقه ولا كلمه من المكان. ما ابي شيء انا كيف امشي معك ترى امشي ولا حد يوديني. ماما توديك. امي بعد بتروح معكم. تابي تابي لا تصدمين بس تابي. لا 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 انا لازم ارفع لا لا يا بنت لا تكفين تكفين يا بنت. لا لا انت اشتغل اشتغل. اوه اشتغل يا بنت. اوه رجلي يا يمه. يا وينك من الله يا وينك والله. يا ليلى رجعيني الشمس حارة وأنا ما أقدر أمشي. رجعيني بسرعة. لا خليك هنا. الحين أدفك وأفحط على كيفي. وين أوديك الحين؟ لازم أنفك منك يا عيمان. بشرك الحديقة ترى حلوة يمدحونها. لا يا حبيبي الحديقة ما حد يمدحها. أنت لازم تنضرب وتجلس. أنا ما سويت وأنا أخوك. أنا يوم كنت أقدر أمشي أعطيك هدية وأعطيك تذكرين. يا كذاب تكذبين على أخوك كبير. أنا أوريك. والله أنا أخوك ما سويتك شيء تكفل. لا 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 ليلى. أوه رجلي. هذا أحسن شيء عشان بعدين ما يكذب على أمي. يلا يلا بروح فيك مرة ثانية. يا وينك يا وينك. والله أنا نادي أخوي والله والله أنا نادي. نزلت ليلى 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 لا 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 أنا أوريك من جوالي. إيش تبي في الجوال؟ لا أكسره فوق راسك. من جوال والله أنا أكلم أخوي. ها تكلم أخوك؟ ها والله أكلمه. وينه وينه جوالي مو معي بس انا ناديه.
علي وص وص والله وديك البحر على هناك. خلاص وديني. طيب داخل وديني الحين. وديك يا بنت. لا يا بنت هدي هدي بالله هدي هدي يا بنت هدي 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 يا بنت يا بنت. خلاص يا ليلى انا تعبان روح نادي امي. الحين انادي امي. يا رب تشويني ووريك يا ليلى. هذا احسن لازم يتأدب. ليه يتكلم وهو كذاب اصلا؟ انا وش اسوي فيه انا الحين؟ انا وش اسوي فيه ذا؟ لازم اجده في النعله. هاي يا ليلى استانس اخوك برا. اي يا ماما قل خليني اجلس في الشمس شوي اخذ راحه. اي الله يصلحكم الله يصلحكم. لازم اساعد نفسي لازم لازم. يا رب تعيني يا رب يا رب اني اوصل لهم عشان امي تتفاهم مع ليلى. انا اوريك. ايوه ما شاء الله جاء عماد. كيف هذا جاء؟ سلام يما. هلا هلا عساك استنست يا يما. وين استنست؟ صدمت فين الجدران لعبت فين يا يما. وخري وخري بس وخري. شربت الموز رحت المسيوز عجبت لك الشاي. والله صدمت مين الجدران ما تسمعني صياحي من اليوم. لا يا ولدي والله ما سمعت. ليش يا ليلى انت على اخوك كذا؟ والله اسمع يا اخوي عماد خلاص انا بسامحك بس ما تعدينها مره ثانيه. ابشر ابشر وش تبي اجيب لك؟ خلاص بس وديني وديني هناك. ابشر ابشر الله يصلحكم البعض يا رب. امين امين. لا يا ليلى لا يا ليلى لا تحطيني. هلا رجين هلا. ايش فيك زعلان اليوم؟ احد مزعلك؟ يلا يا رجين بعطيك شمس وكولي. يلا ما شاء الله عليها يا عماد مره ذكيه لوجين. ايه ما شاء الله وتسمع كلام بعد. تسمع كلام. ليه ما تعطوني شمس؟ انت يا ليلى كبيره ما شاء الله عليك. اي والله يا ليلى ترك كبير. اذا تبين شمس تعالي خذي. الحين اخذ الشمس. لا تاخذينا خلها تاخذ يا علي. بس يا ليلى اسمعي اذا لا تاكلينا كامل عطي اختك ليلى لوجين. ما راح تعطيها هي خلها. والله صايره عصبيه ليلى. تعالي شوف تيجي عاقل بعدين في شرطه لوجين مو هالليلى. كله لنا. ليه ما جبت لي خلاص الحين صار حقي. ليلى انت كبيره المفروض تعطين اختك الصغيره. هو صادق يا ليلى المفروض تعطين اختك الصغيره لين تاكل وتشبع بعدين تعطينا. أفضل أفضل أخوها الكبير يا ولد. لا يا ليلى كذا غلط. طيب طيب عادها مرة ثانية شوف شو أسوي فيه. خلها خلها هي معصبة ما تدري وش المعصبة. أوف ما يسمعون الكلام لين أجلدهم. شوف يا أخوي جاس ما تسوي شيء. أي والله ما شاء الله عليها بس أنا بروح عندي شغل. وين شغلك؟ بروح بروح الحديقة. أجل علي بروح معاك الحديقة. يلا يلا أجل خليك معنا. يلا يلا ليلى انتبهي لجيجي. ما شاء الله المانجو البرتقال طالع. يا حليل البرتقالة. ما شاء الله ما شاء الله. مين قال لك خذي حقي؟ لا انا ما ابي عشان اكلتي اكلتي ما ابي. كلي انتي شكرا. ليه ما اروح اروح البر وانزلها في البر هناك؟ ايه فكرة والله حلوة. يلا تعالي ودك البر قبل ما احد يشوفك. الحادثة في البيت مو أنت. هاي هاي بس شو الحمد لله. إن شاء الله عماد بكرة تطلع مانجا كبيرة. إن شاء الله أنا باكل أول وحدانا اللي باكل المانجا. يا حليل جين وينها؟ والله ما أدري. كيف ما تدري وين ليلى؟ يا عماد ليلى مختفية بعد شكلها غيرانة من أختها. دورها دورها في الحوش. امشي يلا برفك منك. شو ولد الجمال موجوده شكل موديت هالبر يا ولد. صح يا انت فينا يلا الحين هذا البر برميك. خلاص يلا روحي الحين انا بسيب الاميره. اوكي وقت وقت لا تحرك يا علي انت دايم تدلع لوجين. خلاص لا تلومني انت اسكت اسكت الحين لازم ندور لوجين يا اخوي. كيف ندور الحين ما ندور؟ شوف 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 اكيد بنلقى شيء ولا نحصله ولا المفروض يا علي تدلع ليلى وتدلع لوجين نفس الدلع. اي مفروض هذا المفروض لكن نسينا يا اخوي. يا عماد انت اللي تدلعها وتعطيها شبس ولا تعطي ليلى. ها الغلط منا كلنا.
طيب على انت الكبير بعدين لازم ندلعهم. انت تدلع جيد وانا ادلع. شوف اسوا حل واحد وشو؟ اننا اذا حصلناهم ندلعهم كلهم. خلاص هذا اسمع اول شيء ليلة ترضى ليلة تعرف ما عليك ترضى يبدل جيت تودي بقالة تودي هالشيء اذا اخذت جيجي تاخذها معها تشريها تشري جيجي كلهم خلاص بس الحين ما لقيناه يا ولد شيء يا اخوي بنحصله مسكت انت بعدين ليلة انانية يا ولد اخوي الحين ما وقت انانية حنا عشان نلقاهم هذه يا ولد انزل 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 جبهة انزل وين رايح باختنا تعالي تعالي خلاص خلاص ندلعكم كلكم خلاص الحمد لله على سلامة جيجي ليلى ليش تسوين زي كذا انتي عادي يلا يلا بس انتوا كل يوم تدلعون لو جاي عادي ندلعها نفس ما ندلعك خلاص يا اخوي سكر بابه تعال يلا خلنا نروح البيت يلا يلا بعدين هذه اختك يا ليلى مفروض بتصيري لي انانية معها طيب ايه كلي عندها ليه انا حتى انتي كل شيء نعطيك اياه خلاص خلاص يا عماد بنمشي ما وين تبي تروح وني بقالة خلني استانس آه بعد لا بروح البيت ماني موديك بقالة ودوني بقالة عشان ما أعصب عليكم يلا يا ليلى تفضلي إيش باقي باقي عصير طيب باخذ اللوجين يا حبيبي تأخذ لها يا ولد مني طيب طيب هذا يا نبي بس هذا أكيد إيه هذا بس يلا ابشري ابشري ما شاء الله الحين وصلنا البيت يا عبد الحمد لله انا وصلنا يا اخوي شرينا لك من البيت خلاص لقد كل شيء ايش ريت لي ليه ترى ما شرينا لك نفسك لها الفصل لا 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 خلاص امشي 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 لا 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 منكم شيء شلون ما استفدتي احنا جبنا لكم البقاله وقلتي خلاص ايه قلت خلاص طيب ليه تجيبونها انا ما قلت تجيبونها فصفص ولا شيء هذا الفصفص حقي انا وعلي بس نعطيها عشان تسكت هي احنا ما جبنا لها شيء لا لا انتم محرومين الاثنين اعطوني اياه لا 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 يا ليلى تخطينا لا خلاص خلاص يا حبيبتي خلاص خلاص حرام ما بتأسف لازم تقولين آسف لأختك يا ليلى آسف يا